بسم الله الرحمن الرحيم. إذا في هذه المحاضرة إن شاء الله سنتكلم عن جينس كلبسيلا اللي هو تابع للديروتيريسي فاميلي، وبدنا نتذكر إنه الجينس كلبسيلا ويحمل نفس صفات الديروتيريسي الصفات العامة، وإنه خصوصا إنه هو جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف باسيلاي، و هذا بيعرض الكلبسيلا جينس كلبسيلا يحمل صفات طبعا بالتأكيد تكون مختلفة عن الصفات اللي بتحملها جينس شريشيا، وطبعا هنتطرق إلى هذه الأمور وإلى الصفات البيوكيميائية اللي بتمكننا من تشخيص الكلبسيلا. بقول لي هنا ميوكويد جروث لارج بوليساكرايد كبسول، الكولونيز بتاخد طابع المخاطي، وهذا بسبب وجود اللي هي الكبسول اللي بيكونها الجينوس كلبسيلا. ما فيش موتيليتي، لاك اوف موتيليتي، وطبعا بياخد بوزيتيف تيست مع الفحوصات اللايزين الديكاربوكسيليز والسيتريز. اللي بالنسبه للديروباكتر سبيشيز والسيراشيا سبيشيز هنتكلم عليهم في المحاضرات القادمه. نيجي للكلبسيلا، في عندي خمسة سبيشيز جينس كلبسيلا، في عندنا خمسة سبيشيز منها المهمات كلبسيلا نيمونيا، كلبسيلا أوكسيتوكا، كلبسيلا أورنيثيمولايتيك، وكلبسيلا أوزينا، وكلبسيلا ريموس كليروماتيس. ولكن إحنا حيكون حديثنا فقط عن كلبسيلا نيمونيا على أساس إنه هي أكثر أهمية من أخواتها من ناحية طبية. طيب كلبسيلا نيمونيا بيقول لي ان از بريزنت ان ريسبيراتوري تراك اند فيسز اوف اراوند 5% اوف نورمال انديفيدوالز، موجوده في القناه التنفسيه ريسبيراتوري تراك والفيسز عند 5% من النورمال انديفيدوالز بشكل طبيعي، مفيش مشاكل. لكن كلبسيلا نيمونيا مش دائما هي يعني بتكون طبيعيه موجوده وما في بدون مشاكل. كلبسيلا نيمونيا كان برودوس اباوت 1% of bacterial pneumonias، ممكن تشكل من أمراض النمونيا 1%. ممكن تسبب extensive hemorrhagic necrotizing consolidation of the lung، ممكن تسبب مناطق في نسيج الرئتين، مناطق هذه hemorrhagic مناطق نزفية، هذه المناطق موجودة في داخل نسيج الرئتين قابل للانتشار اذا لم يتم علاجه. Rarely urinary tract infection and bacteremia with focal lesions، ممكن انها تسبب UTI مع بكتيريميا لكن في حالات نادره. الاكثر شيء الاسباب اللي بتسببها هذه البكتيريا اللي هو النمونيا والمشاكل اللي بتسببها للرئتين. النمونيا والاوكسيتوكا causes nosocomial infections، ممكن هذول في النزوك لو احنا عملنا يعني احصاء او فرز او يعني دراسه عن نزوكوم انفكشنز ممكن نلاقي انه الكلبسيلا نيمونيا والاوكسيتوكا من ضمن السبيشيز اللي هي بتكون نزوكوميال انفكشن. طيب نتكلم عن الانتيجينيك ستراكشر اند فيرولانس فاكتور، اللي بيقول لي كليبسيلا سبيشيز بوسيس او اند كي انتيجين، احنا انتيجين وايش يعني الكي انتيجينز؟ الكليبسيلا سبيشيز بروديوس اندوتوكسين وانتيروتوكسين. طيب طبعا احنا حكينا ايش يعني اندوتوكسين وحكينا ايش يعني انتيروتوكسين. الكابسول انيبل اورجانيزم تو ريزيست فاجوسايتوزيس، وهذا ذكرناه كثير، وقلنا انه الكابسول هي ريسك فاكتور، ذكرنا ليش هي ريسك فاكتور في هذه الجمله بتفسر هذا الكلام، فمفيش شيء جديد هنا في هذه الجمل بالنسبه للانتيجينيك ستراكشر اند فيرولنس فاكتور للكلبسيلا نيمونيا. طيب احنا كيف بدنا نعزل الكلبسيلا نيمونيا وكيف بدنا نشخصها؟ طبعا المفروض هذا الكلام ناخذه في المختبر، لكن للاحتياط بدنا نتكلم عليه بشكل سريع. بالنسبة للكالتشرينج اند كالتيفيشن كيف يتم زراعتها؟ سبيسمنز ار ليبلد اون ار بليتد سبيسمنز ار بليتد اون بوث بلاد اجار اند ماكونكي از ديفرنشال ميديا اند كالتيفيتد ايروبيكالي ات 37. طبعا لانه هي البكتيريا فاكالتيتد ان ايروبيك
فممكن انك انت تزرعها في ظروف هوائيه فيش مشاكل، وبتزرعها على بلاط اجار ومكونكي اجار. السمير presence of large capsule is suggestive of Klebsiella staining performed by negative stain. الكلبسيلا احنا قلنا انه هي تنتج الكبسول، والكبسول اللي بيتم توضيحها وتمييزها بالنيجاتيف ستيم. يعني ايش نيجاتيف ستيم؟ يعني انت بتصبغ كل شيء على الشريحه الا الكبسول، وبالتالي هي هيك بالطريقه دي هي تتميز. او في طريقه ثانيه لصباغه الاشياء انك انت تصبغ الشيء المراد رؤيته بمعزل عن المحيط تبعه، برضه هيك بتتميز. هذا بسموه بوزيتيف ستين. لكن نيجاتيف ستين ان انا لما بستخدمها لما يكون الشيء اللي انا بتفرج عليه يعني غير قابل للصباغه او صعب صباغته، او انه هو يعني يحتاج صباغته الى اجراءات كثيره وتاخذ وقت، فبقوم انا بصبغ كل شيء الا هو، بتركه زي ما هو غير مصبوغ، فبيبين معايا برضه بشكل واضح. هذا اللي بنطبقه في صباغه الكبسول اللي تابعه للكلبسيلا او اي ميكروب اخر. طيب الكالتشر كاركترستكس اون ماكونكي، الكولونيز ابير بينك لانها لاكتوز فيرمنتر. واحنا اذا ترجعوا للمحاضره السابقه اللي ذكرنا فيها عن ماكونكي ادار، وقلنا انه ماكونكي ادار هو ديفرنشال وسيلكتيف ميديا في ان واحد، والبكتيريا اللي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن بيظهر اللي عندنا الكولونيز على اساس انها لونها بينك، وذكرنا هذا السبب انه هي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن، وبالتالي لما بيصير عندي لاكتوز فيرمنتيشن بتنتج نتيجه الفيرمنتيشن احماض عضويه، الاحماض العضويه بتنزل من قيمه البي اتش، البي اتش بتغير لونه من الاحمر الى البينك، وبين عندي اللون الكولونيز بهذا الشكل، فبالتالي بعرف انه هي لاكتوز فيرمنتر. الكليبسيلا هي لاكتوز فيرمنتر. In all types of media the organism develop large mucoid على كل انواع الميديات، سواء كان نيوترانت اجار، ماكونكي اجار، ايا كان، بيديني لارج ميوكويد كولونيز. سيمي فلويد with سليمي ابيرنس كولونيز، سليمي ابيرنس فيها نوع من اللزوجه والمخاطيه. بالنسبة للفحوصات البيوكيميكال تيست اللي هي بتخص تشخيص البكتيريا، في مجموعة من الفحوصات اسمهم إنفيك. الفحوصات الإنفيك هذه اختصار للفحوصات إندول البرودكشن تيست اللي هو الآي، ميثايل ريد تيست اللي هو الأم، وفوكس بوسكاور تيست اللي هو الفي. الاي هنا ملوش لانه هذا بس عشان اللفظ بنقول انفيك. فالسي هنا ستريت، فهو انت في عندك اربع فحوصات ضمن هذه المجموعه احنا بنسميها انفيك، فهو الاندول، ميثايل، فوكسبوسكاور، ستريت. فلما بديني بقول الانفيك تيست نيجاتيف نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف، معناته الاندول تيست نيجاتيف، على الترتيب على الترتيب، الاندول تيست بوزيتيف النيجاتيف، والميثايل ريد نيجاتيف، والفوكس بوسكاور بوزيتيف، والستريت بوزيتيف. طبعا هذا الكلام لو انا طبقته على الشاشه والله حلاقي ترتيب البوزيتيف والنيجاتيف مختلف. لو طبقته على البروتياس، على الانتيروباكتر، على ايا كان، حلاقي انه كل ميكروب بالغالب له كود من البوزيتيف والنيجاتيف لفحوصات الانفيك الاربعه مختلف. طبعا هذا يعني شيء جيد يميز كل سبيشيز عن اختها او كل جينس عن اختها. هذا الكلام بالنسبه للانفيك تيست. طيب طبعا هنا بالنسبه للاندول تيست اللي هو طبعا هنتكلم عن هذول الفحوصات ان شاء الله بطريقه مفصله باذن الله تعالى. الفحص الثاني اللي هو الموتيليتي، بيقول لي الموتيليتي تيست نيجاتيف، وهذا بيكشف عن قدره الميكروب على الحركه. طبعا الكليبسيلا لانها ما عندهاش فلاجيلا، وبالتالي هي لا تستطيع الحركه في الاوساط الزراعيه. فحص الحركه بيتم زراعه الميكروب في تيست تيوب موجود فيه موتيليتي تيست، بيكون هو سيمي سوليد، وبيكون بيتم حقن الميكروب في منتصف
الميديا بشكل حقن يعني، وبالتالي بسيبه ثاني يوم باجي اذا لقيت البكتيريا لا زالت باقيه في منطقه او مسار الحقن ولم تنتشر، بتكون هذه غير متحركه. اذا تحركت وانتشرت بالشكل اللي امامي هنا معناته البكتيريا متحركه، لانه انا لما حقنت في مسار واحد محدد بالابره او بالواير لوب او ستريتد واير لوب، وبالتالي بيبين معايا انه الشكل هذا نيجاتيف والشكل اللي امامي هذا بوزيتيف تيست للموتيليتي. اذا الكليبسيلا جينوس از نيجاتيف موتايل تيست، اليورياز تيست بوزيتيف. طبعا هذا الفحص بيكشف عن امكانيه او قدره البكتيريا الكليبسيلا على انتاج اليورياز انزيم، والفحص الامامي هنا بيديني اذا ضل الميديا المحافظ على لونه الطبيعي بكون نيجاتيف فور يورياز تيست، واذا اعطاني اللون الاحمر هنا معناته اليورياز تيست از بوزيتيف، كليبسيلا بوزيتيف فور يورياز تيست. التي سي اي اي تيست هذا تيست مركب وبيحتوي على العديد من الفحوصات في انبوبه واحده، فهو بيقول لي اي اي جي. الان اي معناتها اللون اللي فوق اللي في المناطق العلويه من التست تيوب اصفر، والمناطق السفليه اصفر، والجي معناته هذا غاز انتاج الغاز. فهو بيقول لي انه لما بتزرع الكليبسيلا على فحص على ميديا اسمه تي سي اي اي اللي هو تريبل شوجر ايرون اجار، تريبل شوجر ايرون اجار، حيعطيني هذا الانبوبه اللي هنا هي اللي بتمثل نتيجه الكشف عن الكليبسيلا. ففي الحاله هذه بنلاحظ انه المناطق العلويه اللي هنا لونها اصفر اللي هي بتمثل باللون بالحرف A اللي هنا، حرف A الثاني اللي هنا بيمثل لي المناطق المنخفضه او السفليه من التست تيوب، وبالتالي كمان عشان لونها اصفر فحطها كمان A. لو كانت لون احمر بحطها K، يعني المناطق صفراء يعني معناته في انتاج لاحماض عضويه. واحنا قلنا انه الكليبسيلا بتعمل لاكتوز فرمنتيشن، وبالتالي اللاكتوز فرمنتيشن في المناطق العلويه اللي جنب الاكسجين بيمشي الحال لانه هي فاكلتيفان ايروبيك، وبالتالي هنا تستطيع انها تعمل فرمنتيشن في وجود الاكسجين في المناطق العلويه، فبتديني اللون الاصفر لانه الانديكيتور اللي هنا في حاله ما يكون الوسط قاعدي بيديني لون احمر، في حاله ما يكون الوسط حامضي بيديني لون اصفر. فاللون الاصفر فوق وتحت اي اي معناته انه الميكروب انتج احماض عضويه في المناطق العلوية القريبة من الأكسجين والمناطق السفلية البعيدة عن الأكسجين أو ينعدم فيها الأكسجين، وبالتالي تم الدليل على ذلك أنه تم تغيير لون الإنديكيتور من الأحمر إلى إيه؟ إلى الأصفر. إذا هذه البكتيريا استطاعت أن تفعل لاكتوز فيرمنتيشن في المناطق العلوية والسفلية، وهذه طبعا خاصية للعديد من الإنتيروبكتيرياسي اللي هي لاكتوز فيرمنترز وقادرة على عمل هذا الشيء في ظروف هوائية وفي ظروف لا هوائية. طيب هذا سميناها AA. طبعا هذا الفحص حيمر معنا في العديد من البكتيريا الأنواع الجينس الأخرى، وحنلاقي أنه أنواع أخرى بتديني بالأشكال هذه، كل حيجي كل واحد له وقته. هذه بتمثل اللي هي الكليبسيلا، وبالتالي لما أنا بقرأ هذا الشيء بقول انه اي اي جي معناته المناطق العلويه من التست تيوب كانت فيها حدث فيها لاكتوز فرمنتيشن، والدليل على ذلك هو انتاج الاحماض العضويه. ايش عرفنا؟ انه تم انتاج احماض عضويه عرفنا من خلال اللون الاصفر اللي ظهر، وكذلك المناطق السفليه في غياب الاكسجين برضه صار في عندي لون اصفر، اي انه حدث لاكتوز فرمنتيشن في المناطق السفليه. طيب وتم انتاج غاز برودكشن في الميديا، وطبعا هذا الكلام بتشوفه من خلال كراكس او تشققات زي ما انتم شايفين هنا، بنلاحظ وجود تشققات
لأنه تم إنتاج الغاز، فالضغط الغاز أدى إلى حدوث تشققات في التست تيوب، رفع مناطق من الميديا إلى فوق وإلى أسفل، وبالتالي أنا التشققات هذه والمنظر الأمامي هذا بدل على أنه في هناك إنتاج لهذا الغاز، وبالتالي الكلبسيلا بنقول عنها AAG، هذا تفسير له. هذا الوسط اسمه تريبل شوجر ايرون اجار TSIA. طيب هذا بالنسبه لهذا الفحص. الفحص الثاني اللي هو الجيلاتين ليكوفاكشن بوزيتيف، اللي هو قدره الميكروب على انتاج الانزيم الجيلاتينيز الذي يستطيع تحليل الجيلاتين وتحويله من ماده جيلاتينيه الى ماده سائله. لاحظ هنا ان تست تيوب حطينا فيها الماده الجيلاتينيه، ولما ميلنا التست تيوب ظلت الماده الجيلاتينيه متماسكه ما مالتش مع التست تيوب، لانه هي ماده جيلاتينيه متماسكه. هذا بالنسبه للنيجاتيف تيست، او البكتيريا اللي حطينا هنا بكتيريا بتديني جيلاتينيز تيست نيجاتيف. اما الكليبسيلا اللي هو الجيلاتينيز تيست بوزيتيف او جيلاتين ليكوفاكشن بوزيتيف، الجيلاتين اللي كان متماسك بعد ما حطينا البكتيريا الكليبسيلا لمده 18 ساعه، لاحظنا انه لما ميلنا تيست تيوب لقينا انه الوسط اصبح سائل، وبالتالي الحاله الجيلاتينيه اللي كان عليها الوسط راحت نتيجه تحللها او تحل باستخدام اللي هو انزيم الجيلاتينيز. هذا بالنسبه لفحص الجيلاتين ليكوفاكشن للكلوسيلا، طبعا هو بوزيتيف. السترينج تيست بوزيتيف. السترينج تيست زي ما انتم شايفين في الصوره، لما انا بجيب الواير لوب وباخذ بضع الواير لوب على الكولوني، بشوف كولوني كده كبيره وباخذ منها جزء وبارفعه امامي، زي ما انتم شايفين بلاحظ انه هي بتمد معايا بخيط متماسك الى درجه يعني ممكن ارتفاع 10 سم او حتى 15 سم او اقل او اكثر، مش مشكله. لكن المنظر هذا لما يكون عندي سترينج، الشكل الخيطي هذا لما يظهر لما انا برفع الواير لوب بعد ما اضعه على الكولونيز بتاعت الكليبسيلا، بلاحظ بيظهر معايا هذا الخط، هذا بنسميه سترينج تيست. وطبعا بالنسبه للكليبسيلا السترينج تيست هذا هو بوزيتيف. هذه اللي هو بما يخص الجينس كليبسيلا اللي تابع للانتيروبكتيريسي، بعض الخواص تبعتها والبعض البايوكيميكال تيست اللي لها وبعض الامراض اللي هي بتسببها، وما ننساش اللي هو الانتيجينيك ستراكشر والفيرنس فاكتور تبعت الكليبسيلا، وهذا المنظر اللي امامكم اللي احنا ذكرنا فيه صباغه الكبسول. احنا بنقول صباغه الكبسول لكن في الحاله هذه الكبسول لم تصبغ، لان احنا قلنا نيجاتيف استين، فصبغ كل شيء على الشريحه الا حتى الخليه نفسها الا طبقه الكبسول لم تصبغ، لكن هي بينت معايا بشكل واضح لانها تميزت عن باقي الشريحه. هذا يعني وهذا حكينا عن الامراض اللي بتكون ناتج عن الإصابة بالكليبسيلا نمونيا. هذا ما أردنا أن نتحدث به عن الكليبسيلا. إن شاء الله نلتقي في محاضرة قريبة عن باقي الجينس التابع للإنتيروبكتيريسي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.